إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج، برنامج فطور مع أولاد الشعب. اليوم يحضر معي هذا الشاب اللي قصته مؤلمة، قصته غتبكي المغاربة. أول شيء مرحبا بك على قناة الشعب، قناة شوف تي في. الله يكبر بك خويا. كي داير؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ كل شيء بخير؟ صافا بخير. أنت اليوم المباشر لقناة الشعب، قناة شوف تي في، وبنتي ليا فرحان واخا داخليا تحزين جدا. اكزاكتومون بصح، انا وخم بالك هكا بحق، ولكن داخل ديالي ما مرتاحش. شنو المشكلة عندك؟ شنو سميتك بعدا؟ سميتي صلاح. صلاح، صلاح مشرفن. شنو المشكلة صلاح؟ المشكل ديالي هو انا ما عنديش والدية. ما عقلتش عليا فاش كنت في الخارجة. حتى الدول الاخرى ما عطاوليش باش بغاو يخرجوني، سدوا عليا. كمل صلاح، كمل. انت شاب طموح، عندك جوج ديبلومات. عندي جوج ديبلومات ديال الحلاقة. ملي كنت في شي واحد باش يعاوني باش نعاون راسي، كي ما كيبغيوش. كي علاش؟ حيت كيشوفوني هكا معاق. كيبقى فيك الحال بزاف ياك؟ بزاف فوق القياس، بحال كنحس براسي بحال كنرجعلي ناقص قيمة. واخا انا بعد ما غنيت كنقول في راسي واش حيت ما عنديش والدي علاش ما كيبغيونيش. واخا انت علم مباشر على قناه الشعب، قناه شوف تي في، ما تبكيش، دموعك غاليين. كيف داير مع رمضان بعدا؟ كيفاش كدوز نهارك؟ كيفاش كتفطر؟ فين كتفطر؟ الصراحه فطور كل ما فين على حسب الجو، حيت عاوتاني كاين اللي يقبل عليك وكاين اللي ما يقبلش عليك، فهمتي؟ قبلتي علينا احنا اليوم؟ مرحبا بكم في اي وقت. الله يعطيك الصحة، ملي ضحكتي خير الابتسامة، راه فيها بزاف الامور. فانت داخليا عندك بزاف الامور، انا بغيتك هذيك بزاف الامور تعطيها للمشاهدين، تقولها للمشاهدين. شنو عندك؟ شنو كيضرك الداخل؟ انا اكثر حاجة كضرني هي طريقة باش تعاملوا معايا فاش بغاو يخرجوني، ما عجبتنيش. شكون هما هادو؟ الناس ديال الخارجة. فهادشي في الرباط؟ لا، هنايا بن سليمان. بن سليمان، علاش بغاو يخرجوك؟ حيت كبر. قال لك كبرتي في السن ولا شنو؟ حيت كبرت في السن. اها. والاخر عندهم هما حد 18 عام. هضرتي معاهم حبيا؟ قلتي لي مودي راه ما عنديش فين نمشي. قلت له ما عنديش نمشي، وعندي والحياة صعيبة عليا، وانا ما باقي مضاب مع راسي، وكنقلب على شكون يعطيني الدوايا وما لقيتش. وجاتني الحياة شوية صعيبة علي بزاف. ما تبكيش يا صلاح، ما تبكيش. صراحة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فرق شاسع ما بين أسرة كتكون عندها الأب ولا الأم اللي كيصرف. فبحال هذا الشاب مسكين ما عنده لا أب لا أم، غريب جدا كيفاش كيتعامل باش يفطر باش ياكل باش بزاف الأمور. فتأثرت أنا كثيرا ملي عاود لي بزاف الأمور. صلاح، شنو الأمل ديالك في هذه الحياة صلاح؟ صلاح الأمل الوحيد اللي بغيت أنايا هو الوالدين، نقلب عليهم ونلقاهم، وانا راني مسامح لكم. واخا الظروف اللي زدتنا هي ماشي، ما انا ما غاديش نكذب ونقول شي ظروف خايبه، ولكن ملي جيت بن سليمان الظروف اكفس ما يكون، يعني الوقت ما عاوناتنيش بزاف. وانا كنشكر الناس اللي على برا اللي خارج المغرب، اللي كانوا كيساعدوني بالفلوس وكيصيفطوا ليا. كمل صلاح، دابا انت املك الوحيد هو تلقى والديك. الامل الوحيد ديالي اذا كانوا تسمعوني في هذا اللايف، عفاكم انا راني محتاجكم جد بصح.
ما كاينش على من تكا، ما كاينش، الوقت راه خايبة، وانا راني ضعيف الشخصية، واخا تحددت كلشي باش نوصل لداكشي اللي بغيت. برافو عليك، خديتي جوج ديبلومات، ماشي من السهل باش تحقق جوج ديبلومات، فبرافو عليك. و في الحقيقة كيف ما قلت يا أستاذ، ماشي سهل باش تاخد جوج ديبلومات، حيت نتا كاين واحد وضعية صعيبة معنويا وماديا وكلشي. تماما فوالا. تماما حيت غير باش تعيش باش توكل راسك ماشي سهل، ماشي سهل. تماما، الله يعطيك الصحة. وأنا باش كنمشي غير مثلا فاش كنطيح كويز ولا كتوقع لي شي كويز بحال هكا كنمشي للسبيطار، ما نكذبش على الله، ترى الناس ديال السبيطار عياو معايا، تيقول لي علاش ما خديتيش دواك ملي خرجتي، علاش ما خديتيش دواك، تنقول لهم ما عندي من ديرها، هما اللي ما بغاوش يعطيو ليا. واخا عطي للمشاهدين اللي كيشوفونا على المباشر على قناة شعب قناة شوف تيفي، عطينا الرقم الهاتف ديالك على المباشر وعاد نكملوا هاد الحوار. واخا رقم ديال التليفون ديالي هو 04 هذا هو الرقم الهاتف ديالك، هذا هو الرقم ديال الهاتف ديالو مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شعب قناه شوف تيفي، اللي بغى يتصل به، اللي بغى يتعاون معاه، اللي بغى يخدمه، فهذا الرقم ديال الهاتف ديالو الشخصي. صلاح، شنو باغي تقول للمغاربه اللي كيشوفوا فيك على المباشر على قناه شعب قناه شوف تيفي؟ الحقيقه انا ما بغيتش زعما الفلوس باش نلعب بهم ولا ندير بهم، لا انا ما بغيتش حاجه اللي انا نعطي فيها، علاش؟ حيت زعما انا من دولي تحت الاحتياجات الخاصة ما نعيش، حتى انا مفضل، حتى انا الله خلقني باش نعيش تماما ونخدم على راسي. الله يعطيك الصحة، حنا كاملين بحال وانا باغي واحد مساعدة صغيرة باش نقدر نعيش راسي ونصوب الحالة اللي انا فيها ونبدلو طريقة العيش، حيت فغيمون ملي كتكون ولد الخيرية راه كتهين كثر من داك ولد دارهم، حيت فغيمو مكانش كون كان تحطو. صلاح بارك يكمل، صلاح كمل كمل، ربي غا يشوفك ان شاء الله، والمحسنين كيشوفوا ودموعك غاليين علينا. صلاح انت شاب عندك 21 سنة ياك؟ عندي 21 سنة. كافحتي تبارك الله، شديتي جوج ديبلومات، ولكن كتدق البيبان ما كتلقاش خدمه. عندك الحق، نقلب هنا، مشينا للانابيك، مشينا لجميع الشركات، ولكن والو كيش كيبقى يهبط فيك صافي، ملي كتشوفك يهبط وكتطلع فيك كتقول صافي ما عندي حتى شي امل، حيت انا ما كنقولش ما كنحكمش عليه هو، ولكن هادشي اللي عطا الله، وانا كنطلب منكم عافاكم ساعدوني باش نزيد لقدام، وانا هاد الحالة ما عجبانيش وانا باغي نقلب على والديا صافي. املك الوحيد هو تشوف الاب ديالك والام ديالك ياك؟ صافي هادشي اللي بغيت. انا الا كانوا كيشوفوك شنو تقدر تقول لهم؟ عافاكم، انا راني محتاجكم، انا راني واقف عليكم ومحتاجكم، انا ما كتهمنيش الظروف ديالكم، انا مسامح ليكم، الخير فيما اختاره الله، حنا عارفين هادشي، ولكن انا محتاجكم ديال بصح، محتاج الحنان ديالهم ياك؟ محتاج الحنان وبزاف الحوايج، ومبغيش نزيد نتحرم من هنا لسبعين عام، وشكرا وهادشي اللي عندي. شنو تقدر توجه ليهم؟ شي كلمة إلا كانوا كيشوفوك عبر قناة شوف تيفي؟ الكلمة اللي نقدر نقول لهم وانا وعافاكم، انا نترجاكم باش نشوفكم مرة اخرى، والحياة راه صعيبة عليا، ما عندي حتى شي امل في هاد الحياة، وماشي ما عندي حتى شي امل، هو كنبني على داك الامل باش نزيد لقدام،
ولكن من بعد مات ما كنخرج بلا حتى شي نتيجة. نتيجة ما كتكونش فوالا، وانا محتاجكم ديال بصح، حيت داكشي اللي داز عليا في الخيرية راه ما ساهلش، راه ما ساهلش. نقولك واحد الحاجة باش كاع الناس يعرفوها، راه ملي كتكون عايش في واحد البلاصة ماشي ديالك، راه على قدرة الله أكبر. الله أكبر أخويا صراحة، على قدرة الله أكبر. خذ بعدا واحد التمرة بعدا، راه هذيك راه هذيك راه هذيك الميكا. الله يا بسم الله. ففرق الصيام ديالك بعدا بسم الله. واخا صلاح كمل، شنو كنتي كتقول؟ كمل بعد التمره، كل تمره بعدا. شنو كنتي كتقول؟ قلتي واخا ما عرفت اشنو، ماشي بحال الحنان والدفء ديال الوالدين. نقول لكم واخا كنعيشو فعلا، واخا زعما عشا في الخيرية وهادي، حنا انا ما كنكذبش، انا ما نقولكش لا وغنقول الخير ديال الخير، بالعكس الفضل عليها كان كبير تماما، كان عليك الفضل ديال الخيرية راه كبير. الحمد لله عندي فرونسيس بالولية واللغة العربية، يعني اشياء مثلا باش يكون عند واحد في حاله، فهمتو؟ كلمة أخيرة صلاح باش نخل تفطر على راحتك، شنو الكلمة اللي تقدر تقول للمغاربة اللي كيشوفوك على المباشر؟ كلمة أخيرة ديالي هي بغيت نشوف والديا، وأنا راني محتاجكم غير باش ندير شي بروجي تا أنايا، حتى أنا عندي أحلام وباغي نوصل ليهم، وكنشكر جلالة الملك محمد السادس على هادشي اللي داير معانا، والحمد لله. وكنشكر الاستاذ ديالي اللي ما قصاش من جهته وجهته عندي. مرحبا 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 مرحبا، هذا هو واجب. شكرا لك بزاف والله. مرحبا مرحبا والله الا مرحبا، انا ملي شفتك فرحتي، هذا هو الفضل، هذا هو الربح اللي كنديو، هذه الفرحه ديال الناس وديال الدعوات ديال الناس معانا حنايا. وكما اخيرا اللي بغيت نقول هو الوالدين هما كلشي في هذه الحياه، بلا بهم ما تقدر دير والو، ما دير حتى شي حاجه، الوالدين هما المفتاح ديال اي حاجه ياك. فوالا، يلا بغيت شي ابتسامه تكون كبيره للمشاهدين ديال قناه الشعب قناه شوف تيفي باش تفطر مع راسك. شكرا لكم بزاف، وعواشكم مباركه وبالصحه والعافيه وكاع المغاربه، والله يعطيك الخير والله ييسر لك، وانا متاكد باللي ربي ان شاء الله غادي ييسر لك. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، الى هنا نصل الى نهايه هذا البرنامج، برنامج فطور مع اولاد الشعب. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء وبصحه فطوركم مشاهدينا الكرام.